وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ بقول لك، يعني الزمن اللي احنا فيه ده، في ناس بتعصي الله، في ناس مثلا بتشرب خمر، في ناس بتزني، هل الناس ديت في النار؟ يعني طبعا حرام عليهم، مش لا شك في كده، بس الناس ديت خالفت امر الله وخالفت امر الرسول، هل هم كده في النار؟ جيد، فأنت تقول أن فاطمة خالفت الله وخالفت أمر الرسول، ولكن لا نقول أنها في النار، متوقفون بها، صح؟ إيه يعني أنا بمثال إن في ناس بتزني تشرب خمرة، هم مش في النار. إيه فمتوقفين بها، صح؟ إيه؟ صح؟ صح؟ تسمعني؟ هو قالها، قال إيه بس عود للتسم. نعم صحيح. إيه فنحن متوقفون، صح؟ صح؟ ما سمعتش أنت تتكلم. فنحن متوقفون في فاطمة، إيه صح؟ ما سمعتش اللي أنت قلته. فنحن متوقفون في فاطمة، صح؟ إيه إن في ناس بتزني وناس بتسكر، ومع ذلك هم يعني قد يغفر الله لهم، يعني مش قد يغفر لهم، صح؟ قد تمام، ان الله ماشي تمام، ربنا يعني انت عارف ان في ناس بتعمل كده، وبرضه بارك يعني مع كده بارك بتعبد أحسنت ربنا، ويمكن يعني ايه، وعارفين ان ربنا يعني يغفر لهم، ليه أحسنت اشترطنا ان فاطمة في النار؟ أحسنت فنحن نقول قد تكون في الجنة، قد تكون في النار، قد الله يغفر له، صح؟ ايه تمام. مية مية، بارك الله فيك، شكرا لك، مع السلامة. ايه سوى واحد يحس براحة نفسية، الحمد لله الحمد لله، هسه راحة نفسية. قرن، شوف 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 شوف، قرن فاطمة بنت محمد مع من يشرب الخمر ويزني. روحي للتراب نعلك الفداء يا سيدة نساء العالمين. أنا مضطر أقول هذا الكلام حتى العقول تشتغل، وإلا 1400 سنة عقولهم ميتة، هم ومعممين الواقع لا يجوز، فلازم أصدهم شوي، أصدهم أصدع. الآن هو شنو سوى؟ يقول عندنا ناس تشرب خمر وياخذهم البوليس، وعندنا ناس يزنون وياخذهم البوليس، هذول يدخلون النار ولا ممكن الله يغفر لهم؟ يعني شنو؟ لازم انت تفتهمها بسرعة. يعني فاطمة حالها حال اللي يزني ويشرب خمر، ممكن الله يغفر لها؟ ممكن. ما نقول بالنار، احنا ما نقول، نخاف، لان اكو روايات في صحيح البخاري ان النبي يرضى لرضا فاطمة، وان الله يغضب لغضبها. شوف 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 شوف، وان فاطمة نساء محمد فقط، خرج بنسائه بس بفاطمة. فالقرآن أعظم فاطمة وأذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا. فمن يقدر نقول إنه يعني يا أيها القريشي، يا أيها الملعون، لعنة الله عليك يا القريشي، إحنا ما نقدر نقول فاطمة في النار، لا تحرجنا، نجيب لك من الأخير، لا هي بالجنة لا هي بالنار. حال مسلم سني موحد يشرب خمر ويزني، ممكن الله يغفر له يروح للجنة، ممكن ما يغفر له الله يروح للنار. مية مية، هذا اللي أنا انتظره، هذا اللي أنا انتظره، بس هذا اللي أنا انتظر، هذا اللي أنا انتظر. نريد نكشف هاي العقيدة بس، لا أكثر ولا أقل. لأن محترماتي لك أخي الكريم المتصل من مصر، محترماتي لك، هنالك بعض إخوانك من الموحدين يقولون فاطمة في الجنة، وهذا الشيء مزعلني والله، والله مزعلني، ولا أقبل به، والله والله ما أقبل به. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري ومسلم، لن أقبل أن فاطمة في الجنة، لا والله. وأنا قاعد هذا بثي، هذا بمحاضراتي، حتى هاي الكلمة أطلعها منكم نفر نفر، يك نفر معلوم واحد يقول هاي الكلمة، يقول نعم. بعد هذا البحث عن فاطمة وأبو بكر، فاطمة من يقدر نقول بالجنة؟ مو مثل قبل بالجنة وبالجنة ومبشرة بالجنة وهالكلاوات نمشيها على الشيعة، لا، نجيب من الأخير طق بطق. أخوان، احنا ما نعتقد فاطمة بنت محمد بالجنة،
ما نعتقد، ما ندري لو تدخل الجنة لو ما تدخل الجنة، لو الله يغفر لها لو ما يغفر لها، مثل اللي يشرب خمر ويزني، مثل بالضبط سيم بالضبط، ممكن الله يغفر له ممكن. هذا أنا أريده ينتشر والله، هذا أريده ينتشر أنا.